ما ادري ايش طيب شوف الحوت تطوقي في فريقه. احنا اليوم كنتفاجئوا بالقرار العشوائي ديال السيد رئيس الحكومه اللي اتخذ البارح، والقرار المجحف في حق القطاع ديالنا اللي هو قطاع تمويل الحفلات. حيت حنا كنطالبوا بان هذا القرار هذا كان على الاقل انهم يرجعونا في حالنا، في حال المطاعم، في حال المقاهي، حيت ان هذا القرار قرار كنقول لك قرار تدميري حق هذا القطاع. حيت ان هناك ناس زبائن اللي عطاو العرابن، حنا خدنا العرابن على شهر 8 على شهر 7. تخيل معايا ان التليفون ديالنا ما زقاش البارح، التليفون ديالنا اقسم بالله ما زقا البارح، الكليان كلشي مخلوع، ما عارفينش باش تبلاو، ما عرفوش شنو هذا القرار، كيفاش قرار تخدا سد، جا قال لك سد، امتى غتحل سد بدون ذكر اجل هذا القرار هذا. ابتداء من يوم الجمعه على الساعه 11 ليلا الاغلاق، ما يداروا الاعراس لا جنائز لا والو. فبالله عليكم سيد رئيس الحكومه، واش هذا القرار كان مدروس؟ هذا القرار كنرجعوا القرار ديال الهروب الاكبر اللي دار العام اللي فات. العام اللي فات كان الهروب الاكبر انه قاتل العيد ليله، خرج شي بقرار ديال ان غنسدوا، فالناس خليتهم كيجريو شي معاقل على شي كسيد المصائب وقعوا ذاك العام. هذا العام جلس ساعه واش غندير البوز، اش غندير اش غندير، ارا نسد القطاع ديال الحفلات الاعراس لانه واحد القصير كيبان ليا. فمن العيب والعار ان يتم ادراج القطاع ديالنا في قطاعات اللي هي خصها تسد، بحالنا بحال لي ريستورون، بحالنا بحال لي كافي، حتى حنا تحطوا مع القطاع ديال المقاهي والمطاعم، وحنا مستعدين انكم تشدوا معنا الاجراءات. حنا كممولي حفلات مستعدين ان اجراءاتكم تشد علينا، وحنا مستعدين الا درنا شي خطا نخلصوا جميع الغرامات، وحنا دائما على القرارات اللي كتهم صالح البلاد ماشي ضدها. ولكن القرار ديال القطاع للاغلاق ديال الاغلاق وديال الحيف في القطاع ديال الحفلات، فهو ما كيضرش غير التريتور، ما كيضرش غير الزبون، بل كيضر واحد الفئه ديال الدراوش اللي كيعيشوا في القطاع هذا، ابتداء من الناس ديال الميناج، ابتداء من السربايه، ابتداء من الناس العساوه، ابتداء من الناس الحماله، ابتداء من الناس ديال المارشي، ابتداء من الجزار، ابتداء من الحوت، مخابز، وزيد على ذلك لي فورنيسور، كلشي كيتضرر. كذلك القرار كان عنده واحد الواقع كبير علينا حنا. علاش؟ لان حنا مشينا تقدينا قبل العيد الكبير، حيت كيسدوا 10 ايام قبل العيد، مور العيد كيسدوا الناس، فحنا كنتقداو قبل العيد، فالحوت تقدينا قبل العيد، حيت انا العراب اللي عندنا ولي زونغاجمون اللي عندنا مع الكليون ديالنا، مشينا حطينا الشيء اللي عندنا، حطينا تقضيه الوغ المورد تقدينا عنده حيت ما غيكونش ورا العيد. ودابا حنا صلعت واحد فينا السلعه، دابا حنا ما عندناش قرار امتى غيطلقوا. دابا حنا غنوليو مهددين، انا السلعه غتبقى بريما لينا، هذه الاولى ضعنا في رزقنا، هذه الثانيه الزبون ما فهمتش. الزبون الان راه الان الزبون بين المتر قوس السندان، الزبون الان راه زيد ديه كيشوف كيتفرج، ما عارفش باش تبلى، راه الان اقسم بالله الى المندبه في المنازل الان على العريسات، الان الناس كيبكيو بعد ما كانت فرحه غتولي مندبه. فكنطلب من السيد رئيس الحكومه انه يراجع القرار، لانه قرار كيضر الاقتصاد ديال قطاع تمويل الحفلات، وكيضر بالجسم ديال قطاع الحفلات في شخص مستخدمين الدراوش، غنقول الدراوش غنسطر عليها بالخط الاحمر اللي هما الدراوش، وكيضر بالنقافات زوركاستر عيساوه، راه كلشي واكل العصا. فتخيل غير دابا نقافه معيطه من فاس من دومون ديال ماتيريال بالثمن، وعندها عرابن معمره له مويت كامل، فهذا الشيء ما كيبغي الله لعبدو. وكنطلبوا من سيد رئيس الحكومه انهم يراجعوا هذا القرار، ويتم ادراج القطاع مع قطاع المطاعم والمقاهي، وشدوا الاجراءات علينا بزكسر ما كاين في المقاهي والمطاعم، شدونا الاجراءات كنعاود نذكر، وحنا مستعدين لاي اجراء يدار، حنا مستعدين ليه، واي اي اي تساهل درناه وكان ضد مصلحه البلاد حنا مستعدين نؤديو اي غرامه.